السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه لمواليد برج الاسد. برج الاسد، توقعاتك الايام اللي جايه كلها باذن الله بفضل ربنا، علشان مصداقيه قناتك ومصداقيه الفيديو بتاعك. التاريخ النهارده 10 ديسمبر، ان شاء الله باذن الله طاقه فرج، حب، تغيير، راحة بال. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج الاسد، انا عايزاك تحضر معايا، ولو بتعاني من قرين ولا من سحر ولا من تبيعة ولا من اي حاجة، اكتب تم يوصلك لينك قناتنا التانية اللي هيكون عليها العلاج باذن الله. كل المطلوب منك ان انت تركز كويس جدا في قراءتك وتقول ورايا الدعاء ده. اللهم فرحة كفرحة يعقوب بيوسف، وبشرة كبشرة زكريا بيحيى، ويا بشاير الخير كوني كقميص يوسف يلقي علينا الخير والانفراج. قولوا امين بنية تحقيق الامنية بتاعتكم وبنية قضاء حاجتكم. نشوف بقى توقعاتك يا برج الاسد يلي دايما متألق وواثق من نفسك، ويعجبني فيك التألق بتاعك ويعجبني فيك ثقتك بنفسك. يلا بينا. برج الاسد، بسم الله ما شاء الله. طيب بسم الله، اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية. اللي جاي حاجة تانية مختلفة على جميع توقعاتك وعلى جميع الاصعد عندك. اول حاجة عندك فرحة، اول حاجة عندك فرحة، فرحة كبيرة. غير انت الفرحة دي انت مش محاسب لها ولا متوقعها. وعندك هنا رجوع حد من الماضي، بس انت اغلب الوجع عندك في جسمك وفي قلبك، اغلب الوجع عندك في جسمك وفي قلبك. اليومين دول حرفيا بتعاني من ضغط نفسي زيادة عليك. وعندك واحدة وبنتها، واحدة ست وبنتها، وانا دايما اقولك عندك واحدة ست وبنتها، مش سايبينك في حالك، مش سايبينك في حالك خالص. اول حاجة بإذن الله عندك انفراجات بعد الضيق والخنقه اللي انت بتمر بيها. انت بتمر بحاجات سلبيه، في نفس الوقت عندك انفراجات ودعم حلو. مريت بازمه وما لقيتش حد جنبك، وفقدت منها اشخاص عزيزين على قلبك، فقدتهم وبعدت عنهم. في واحده ست بيضه وملامحها حلوه، دايما شغله بالها بيك وبتحقد عليك في كل حاجه في حياتك، في كل حاجة بتحكت عليك. عندك هنا ناس عاملة زي عاملين زي الحية بيلفوا عليك، خلي بالك، وبيحكدوا برضو عليك ومش سايبينك في حالك. تبشرات حلوة وأحداث، منها تغيير بيت، تغيير تليفون، تغيير أرض، الله أعلم، بس تغيير أشياء عندك. بس عندك طاقة خوف وقلق، عندك طاقة خوف وقلق وملل، حاسس ان انت تعبان اليومين دول. يعني عايزاك تحذر من سحر بيتجدد لك، ممكن يكون من اهل الشريك، من اهل الشريك. مين الاشخاص اللي عندك دايما بيشتكوا من تعب؟ وفي حد عندك مطعون من اقرب الناس لحياتك ولقلبك. في امنيات نفسك تتحقق باذن الله، هتتحقق، علشان المواضيع اللي بالك مشغول بيها كتير ومش واصل لهدف ولا الواصل للنتيجة. عندك هنا أمر شاغل بالك وخروج ناس من حياتك. انت اليومين دول بتمر بخنقة وضيقة، وعندك ضغوطات ضاغط بيها على نفسك. أعدائك هم الأقارب، كذابين ومنافقين، احذر منهم. في كمان هنا شخص في مجال شغلك او في مجال المشروع بتاعك بيمثل ان هو صديق وحبيب، فخلي بالك منه. واخد على خاطرك انت، واخد على خاطرك قوي من ناس كان عشمك فيهم زايد، وده اللي ظهر لك زعل، زعل وضيق، زعلان، ما كنتش تتوقع في يوم من الايام ان هم يخونوك او يغدروا بيك بالطريقه دي. عندك هنا حاله ركود، ومن ورا حالة الركود ده يبقى في حب جديد. انت نجمة خفيف، عشان كده تتخلص من الامور السلبية. فقدت الامل في حاجات كتير، لكن حقك هيرجع لك. في موضوع هنا شاغل بالك، ودايما كنت كل ما تعمله بيفشل.
هتلاقيه هيتم الأيام اللي جاية، ومن ورا الموضوع ده هترجع ثقتك بنفسك من جديد. بسم الله ما شاء الله. هنا حد جاي في سيرتك بطريقة مش كويسة، هتكتشفه وهتعرف قد ايه الانسان ده مش كويس. انت دايما مظلوم، وعشان كده ربنا هيعوضك بخطوبة او زواج او حب جديد، رجوع للمنفصلين. انت نفسك تحل المشاكل اللي انت فيها، كل حاجة بمشيئة الله. مش هتقدر تاخد خطوة لقدام غير لما ربك يكون رايق. ربك هيرتب لك الابواب المقفولة وهيفتحها في وشك، بس عايزك تخلي بالك كويس جدا من مصلحتك الشخصية، وتخلي بالك من نفسك. لقاء غير متوقع وفرحة طال انتظارها عندك، ومش كده وبس، كمان في حد عزيز على قلبك، حد عزيز على قلبك هيكون هيكلمك او هتسمع منه اخبار حلوة. انت مشكلتك في الحسد، الحسد اللي صايبك بالعين القوية اللي من زمان كرهاك وكره الخير ليك، فخد بالك وما تديش سرك لحد. انت شفت عذاب وتعب محدش شاف، قدامك خطوتين وهيجيلك رزق حلو، خطوتين اتنين وهيجيلك رزق حلو. كان في كذا محاولة فاشلة عندك وقع منهم اذى عليك، ففي هنا صدقة جارية على حياتك. انت دايما عندك شعور بالثقة، وعشان كده مش عايزاك توزع ثقتك على الاشخاص اللي حواليك، يعني كون حريص شوية، بلاش الثقة الزايدة في ناس ما تستاهلش. بسم الله. طيب عايز اقولك ان ربنا هيفاجئك بحاجة حلوة جدا هتفرحك. ربك هيديك من حيث لا تحتسب، ما تقلقش. حياتك على وشك التغيير والانفراجات على وشك البيبان، بس في عدو هنا قاعد ومترصد لك، عدو ليك. وفي شخص انت بتحبه وقلبك متعلق بيه جدا، الحد ده تعبان او في خنقه او في ضيقه، في خنقه او في ضيقه. في اشخاص هيساعدوك، ومن ورا المساعده قلبك هيرتاح. في هنا مكان هتروحه، المكان ده هيجيلك من وراه خير. المكان اللي انت هتروحه ده هيجيلك من وراه خير. انت معروف عنك ان انت صاحب شخصية، بس اليومين دول مش راضي عن نفسك، خايف. في حد هنا ندمان ان هو خسرك، خلي بالك، في حد ندمان ان هو خسرك وظلمك وجي عليك. اخر الفيديو هنقول رسالة ربنا ليك ان شاء الله. عندك التزامات اليومين دول، بس انت مقصر في حق نفسك، وعشان مقصر في حق نفسك ظاهر تعب على وشك وتعب جسديا في حياتك. ليه مقصر على نفسك؟ انت ما كنتش كده، ما كنتش مهمل في نفسك قوي كده، اليومين دول انت مقصر. فياريت تعيد حساباتك في صحتك. في حاجة صعبة عندك ربنا هيقضيها لك، في حاجة. وارجع اقول تاني، انت بتعاني من الحسد الشديد وعدم الاستقرار في اي موضوع عندك، في كذا حاجة مضايقاك. وعايز اقولك ان في حاجة هتكون لصالحك، في حاجة الايام اللي جاية هتكون لصالحك، وهتلاقي نفسك بتحصد امور معاكسة. دوامة وحيرة، انت حاليا بتمر في فترة صعبة، فترة فيها الم، خزلان من المقربين، وفقد الثقة بجميع الناس، وشوش مزيفة عاملين حبايب، حاسس ان الايام صعبة، حاسس ان الامور تقيلة على حياتك. لأ، على قد ما ضاقت اتأكد تماما ان على وشك تغيير كامل لجميع النواحي لحياتك، يعني انت على وشك تغيرات جذرية لحياتك كلها الفترة اللي جاية. في بقى هنا فرصة حلوة، الفرصة دي هتجيب لك اخبار مفرحة، بس عايز اقولك ان انت اعلنت الحرب او نويت تهتم بنفسك، ان اعلنت الحرب او نويت تهتم بنفسك. في تعويض لقلبك وراحة بالك، تعويض حلو.
وفي مفاجأة في انتظارك. ليه دايما بيقولوا ان حظك قليل؟ عارف ليه حظك قليل؟ علشان خاطر انت دايما متألق وواثق من نفسك في كل خطواتك. بسم الله ما شاء الله. لا انت هنا كده عندك ايه، حاجة حلوة. بس في شخص، الشخص ده شاغل بالك، يعني هو حطك في دماغه جدا. خلي بالك ان هيجيلك انتصار وفي مشكلة عندك. المشكلة دي هيجيلك من وراها كشف وغدر وخيانة، فخلي بالك، هتخليك تعرف اشخاص، فكون قوي. طيب عندك زيارة مفاجأة لأشخاص هيفرحوك، يعني أشخاص هيفرحوك الأيام اللي جاية، وإنت هنا منتظر توقيع ورق. النفسية عندك هتتحسن الأيام اللي جاية، خلي بالك، والزعل اللي بينك وما بين حد هيبقى صلح. في كلمة آسف، في اسف عندكم، لا اما انتوا هتتاسفوا لحد، لا اما في حد هيتاسف لكم. واحده ست بشرتها غامقه وعندها علامه في وشها، خلوا بالكم منها، يعني كونوا جنبها. دي الست دي ممكن تساعدكم، او الحد ده ممكن يساعدكم في وصول لهدفكم، علشان استلام حاجه حلوه. بس في هنا تعابين بيبخوا سم عليكم، فخلي بالكم منهم، ربنا يكفيكم شرهم. سكة سفر باينة قوي اهي، والسفر ده هتكون حلو، حلو جدا لحياتكم، مع تحسنات طبعا الدخل بتاعكم. لا انا مش عايزاكم تقلقوا، انتوا كده هيكون عندكم تحسنات وتغيرات جذرية، انتوا دايما بتفعلوا الخير. بسم الله. عندك علاقة مع برج ترابي، ايه نظام العلاقة دي؟ يعني في علاقة عندك مش فاهمين بعض، يعني حاسين بلخبطة. انت هنا مستني كذا حاجة، انت هنا متهيأ لك كذا حاجة، مستني كذا حاجة، في كذا حاجة مستنيها. مسامح اللي ظلمك، في حد هنا عايز يجي ويطلب منك السماح ويقول لك سامحني، فخلي بالك، كل حاجة بإيدك انت والقرار قرارك انت. الدوخة اللي بتجيلك والصداع المستمر والنغزة اللي في القلب والضيق في التنفس، ده سببه حسد شديد، سببه حسد شديد. البيت عندك مليان نمل، البيت عندك مليان نمل. بسم الله. انت هنا هتعدي الهم بإذن الله اللي انت فيه، وهتطلع من الطاقة السلبية اللي واخدة جزء كبير في حياتك. خلي بالك في اشخاص عندك نقالين كلام، في اشخاص عندك نقالين كلام، وفي شخص بيحاول يقرب منك، وفي شخص عايز يرجع لك زي ما قلت لك. لا انت عندك جبر خاطر في انجاب اطفال بإذن الله، يعني اقدر اقول لك ان الفترة اللي جاية دي هيبقى تحسنات على جميع الأوضاع، علشان عندك بشر سارة، عندك بشر سارة. بس عندك أحلام مزعجة، وفي حلم من الأحلام ده بيتردد معاك وانت خايف منه جدا، ودايما بيجيلك انقباض في قلبك من خطوة كل ما تخطيها بترجع لورا، بترجع لورا على طول. ما تخافش، ربنا معاك ومش هيسيبك، ربنا معاك وواقف جنبك ومش هيسيبك. عندك هنا بعض العكوسات، وعندك مرحلة هتدخل فيها بأمور حلوة، وهتحس ان القدر بيحمل لك رزق. انت عديت بفترة حيرة وقلق، وكان عندك مشاكل عائلية، كل ده هيتحل. بس حاول تطنش، ولو في حد بيزن على ودانك خليه ينزل، لو في حد بيزن على ودانك خليه ينزل، علشان خاطر نفسيتك تتحسن، علشان انت مش ناقص، اللي انت فيك مكفيك. فالامور اللي متلخبطه عندك وعامله لك تراجع هتكمل، بس هدي اعصابك. بص انت هنا شايل هم وشايل حمل كبير ومش مرتاح،
شايل حمل كبير ومش مرتاح، وزي ما قلت لك انت مش راضي عن حالك بسبب ان انت جالك كسرة قلب من ناس تعبتك نفسيا وجسديا. بس مهما تعبت برضو بتقول انا ليه ربي كريم، وده اجمل ما فيك. بسم الله ما شاء الله. الفترة دي محتاج ان انت تسامح نفسك اولا وتعتذر لنفسك. انت اكتشفت اشخاص على حقيقتهم، وحاليا يعني حاليا ناوي تخرج نفسك وهتعمل حاجة تجيب لك طاقة ايجابية. بس احذر من الاحتيال عشان عندك تسديد ديون، وانت حصل عندك سرقة، حصل عندك سرقة الايام اللي فاتت. اشخاص كنت بتقول عليهم احبة دخلوا بيتك وخانوك واخدوا منك اموال، ولا ناويين يدخلوا بيتك. عايزك تعمل حدود. انت حساس جدا، حساس جدا، بس دايما لوحدك وبتفكر كتير الايام دي، ومن كتر تفكيرك عندك بدايات جديدة، بس برضو خايف من الخسائر. شايفة لك صراع بينك وما بين العقل، يعني بتحس ان قلبك عايز حاجة والعقل عايز حاجة تاني، وعشان كده محتار. بتحاول ترضي ناس على نفسك وعلى مصلحتك. في هنا كمان خنقة وضيق من حاجة انت عملتها ومش راضي عنها. الفترة دي انت زي ما قلت لك بتعاني من كسل وخمول ووقف حال، بس ده كله هيعدي. وبلاش التضحيات، وافتكر ان انا بقول لك الكلام مرة تانية، عشان الفترة دي انت تعبان، عندك اشتياق ولهفة ولم شمل. في فتحة خير عندك، فتحة خير عندك. النصيب هيكون من جنبك وهيقف معاك وقفة حلوة. ما تقلقش، القلق والحيرة بلاش منه، علشان خاطر انت هيكون عندك اخبار حلوة. اليومين دول عايز تسيب الدنيا وتمشي، حاسس ان انت اتخذلت من ناس كتير مقربين. انت مش عارف عايز ايه ولا نفسك في ايه، بتفكر في حاجات كتيرة جدا، وفي نفس الوقت عايز تعزل. محتاج تغيير. حاول ما تبقاش متسرع ابدا في بعض الامور اللي عندك عشان في خير. وبطل اكتئاب وحزن. هيدخل شخص جديد حياتك هيديك دفعة ايجابية، وهينهي حالة الركود اللي انت فيها، علشان انت تعبان. انت نفسك تسمع اي حاجة حلوة تفرحك، محتاج تسمع اي كلمة، يعني انت مش محتاج لاي حاجة سلبية. اليومين دول حرفيا محتاج دعم، محتاج تغيير، بس هم جايين عليك بطريقة كبيرة، وده اللي تعبك انت نفسيا. يعني محدش حاسس بيك، ولا حد بيسألك فيك ايه ومالك. دمعتك قريب على وشك، عايز تمشي وتسيب الدنيا دي كلها. بس هتفضل لحد امتى في حالة الركود اللي انت فيها، رغم ان انت عندك بشر سارة وعندك تغيير من مكان لمكان، وفي نفس الوقت هتقضي وقت حلو مع اشخاص انت بتحبهم. بس حاول تهدي نفسك، علشان العصبية اللي انت فيها وداخل فيها من ورا واحدة ست عمالة تزن عليك، ده حاجة مش حلوة خالص. انت نفسيتك تعبان، ومش محتاج الكلام والقال والكنة اللي بيقولوا عليك ده. في عقبة كل ما تتخلص منها بتلاقيها موجودة في حياتك. في حاجة انت هنا مش مريحاك. انت الفترة دي لازم تغير من طريقة تفكيرك، علشان تتخلص من كل العقبات اللي موجودة في حياتك. في ناس بتقعد معاها بتنسيك همك. الناس دي انت حبيبها وحاططها في عينك، صح؟ في عتبة هنا، عتبة انت هتخطيها. في شخص عندك في حياتك محتار تعامله ازاي، يعني انت محتار، بس الشخص ده بيديك امل، بيديك امل. في كمان هنا عزومة او صرف فلوس، في عزومة عندك او صرف فلوس الايام اللي جاية. انا شايفالك صرف فلوس، او هتنزل تشتري في حاجة بفلوس وهتصرف مبلغ. خلي بالك
الأيام اللي جاية من الفلوس الزايدة. خايف، خايف انت اليومين دول، خايف من حاجات كتيرة حاططها في بالك وبالك مشغول بيها. ليه كمية الخوف دي؟ ده انت دايما واثق من نفسك. قلبك مش مطمن، في حاجة مخلياك مش مطمن. في هنا الفترة دي انت هتحس ان انت عايش ببركة ربنا، والفترة دي هتكون من اكتر الفترات المتعبة لحياتك، عشان هتعاني من اسفل الظهر وخنقة وضيق، وساعتها وقت المعاناة دي كلها هتعرف ان السحر بيتجدد لك. انت معروف عنك ان انت من الشخصيات اللي هي جميلة جدا، الناس بتحب تقعد معاها وتحب تتكلم معاها، ومهما ضعفت برضو بتبان قوي جدا. مفيش حاجة بتكسرك، دايما مطمن وواثق في ربنا. سر هينكشف من صديق مقرب ليك، وهتتفاجأ بالتصرفات بتاعته. ومواجهة مع شخص كان حبيب بقى عدو ليك، هيبقى في مواجهة، وهيبقى في مناسبة حلوة عندك هتحضرها. في حد هنا على السوشيال ميديا او في حياتك الشخص ده مشدود ليك ومعجب بيك وعايز يتواصل معاك بأي طريقة. في هنا حد ظلمك، ورغم ان هو ظلمك انت فوضت امرك لربنا، رغم ان هو بيدبر لك حفرة، بس ربك هينجيه. مفيش حد هتصيبك الا لما يكتبها ربنا ليك، فما تقلقش، ما تقلقش ابدا من اي اذى او من اي ظلم. كل حاجة ربنا كاتبها لك هتشوفها. في حياتك هنا تعابين على هيئة بشر، تعابين على هيئة بشر في حياتك. نفسك تعبر عن مشاعرك، وعلشان كده هتحرر نفسك من أي علاقة. صداع وألم في ظهرك الفترة دي بالأخص، ألم غير طبيعي في ظهرك. في هنا حد متسلط عليك، رغم التسلط ورغم الهم والحيرة اللي انت شايلها في حياتك، رغم ان ربنا هيجبر بخاطرك جبرا تاما، بس ما تقلقش وما تزعلش على اللي عمرك انه ضاع مع ناس ما تستاهلش. ما تزعلش، هيكون في سفر ليك، والسفر ده هيكون بشرة خير بإذن الله. انت ناوي تسافر وناوي تبدأ حياة جديدة خارج المكان اللي انت فيه، فما تقلقش، علشان اخر التعب اللي انت فيه خير ورزق وجبر خاطر هيكون من عند ربنا. جبر الخاطر ده هيكون من عند ربنا فقط لا غير، فما تقلقش من اي حاجة، تحسنات وتغيرات وتبشرات. بس عقل، الوجع اللي في جسمك ده زاد عن حجمه، الوجع اللي في جسمك ده مش طبيعي، عشان كده لازم تهدي نفسك وتهدي اعصابك من اي حاجة ممكن تأذيك، او من اي حاجة ممكن تكون سبب في مشكلة ليك، او في مشكلة انت ممكن تكون بتعاني منها. الفترة دي فترة راحة، فترة ان انت تاخد بعض الراحة في حياتك وتحاول تحسن نفسك بنفسك. لما انت هتاخد راحة هتعرف انت عايز ايه وليك ايه وعايز تعمل ايه بإذن الله، فهيكون عندك تغيرات جذرية وتبشرات حلوة. نشوف بقى رسالة ربنا ليك وايه هي، بس قبل ما نشوف الرسالة حط امنية علشان نشوف الرسالة بتاعتك. بسم الله. برج الاسد. بسم الله بسم الله ما شاء الله. انت فاكرها متأخرة عليك عشان مش من نصيبك، بس هي بتترتب علشان تجيلك في وقتها. بسم الله ما شاء الله عليك. اسعى وربك هيكرمك من حيث لا تحتسب. ايه رأيك بقى في رسالتك؟ انطبقت عليك ولا لأ؟ رسالتك كانت حلوة ليك؟
أتمنى لك السعادة والدعم والخير والفرحة العايمة لمستقبلك اللي جاي بإذن الله. قول لي بقى الفيديو يستاهل منك إيه، ولو أنت بتعاني من قرين ولا من سحر ولا من تبيعة اكتب تم عشان يوصلك لينك قناتنا التانية اللي عليها العلاج. تحياتي ليك.